بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم قناة يلا زراعة للزراعة المنزلية. الكثير من الأخوة والأخوات يسألون عن كيفية تسميد نباتاتهم المنزلية والموعد المثالي لهذه العملية. فقبل البدء بالحديث عن عملية تسميد النباتات المنزلية، يجب الأخذ بالاعتبار ثلاثة أمور هامة، وهي كمية السماد المضاف للنبات، الموعد المثالي لإضافة الأسمدة، وطريقة إضافة السماد. فبالنسبة إلى كمية السماد المضاف للنبات، فيتعتمد على عدة عوامل، منها حجم وعمر النبات ومرحلة النمو ومحتوى النبات والتربة من العناصر المراد إضافتهم والظروف البيئية المحيطة بالنبات. ويجب الحذر من الكمية المضافة من الأسمدة، لأن التركيز العالية ستؤدي إلى حدوث أضرار بالغة على النبات، منها احتراق الجذور والأوراق والأفرع، والتي تؤدي إلى أضرار كبيرة، وتؤدي بالتالي إلى تساقط الأزهار والثمار. ولذلك يجب أن تكون الكمية المضافة للنبات الواحد مناسبة، كما يفضل أن يتم تقسيم الكميات المضافة للنبات على أكثر من دفعة واحدة، كأن تكون دفعتين أو ثلاثة دفعات. فهناك من ينصح بإضافة ملعقة صغيرة على لتر الماء مرة كل شهر، وهناك من ينصح بإضافة نصف ملعقة صغيرة مرة كل أسبوع، لكن ينصح بإضافة ربع ملعقة، أي ما يعادل 1 جرام من السماد، إلى كل لتر من الماء مرة كل أسبوع. ويفضل تعطيش النبات قبل يوم أو يومين، ثم تتم عملية التسميد، ومعها يتم ري النبات رية مشبعة حتى تقوم الجذور بامتصاص السماد مع الماء، وبالتالي تكون هناك سرعة لوصول العنصر الغذائي المضاف إلى جميع أجزاء النبات. أما بالنسبة للموعد المثالي لإضافة الأسمدة، فالنباتات المزروعة في الأراضي الخصبة يتم إضافة الأسمدة العضوية كاملة التحلل مخلوطة مع السماد الكيماوي المناسب في الخريف والشتاء، حتى يستفاد منها النبات في بداية مواسم نموه خلال الربيع والصيف. أما الأسمدة الكيماوية فينصح بإضافتها مع بداية موسم النمو للنبات في الربيع وخلال الصيف على دفعات، على أن تتوقف عملية التسميد مع ارتفاع درجات الحرارة في منتصف الصيف حتى لا تحترق أجزاء النبات، وربما يؤدي ذلك إلى موت النبات بالكامل. أما بالنسبة للنباتات المزروعة في الأراضي الرملية أو الفقيرة، فتتم إضافة الأسمدة مع بداية كل موسم. والنباتات المزروعة في الأصص، فإذا كان النبات مزروع حديثا في خلط التربة محتوية على الكمبوست النباتي، فلا يتم تسميده قبل مرور شهر على نقله إلى هذه الخلطة من التربة، وبعد ذلك يضاف السماد العضوي على صورة محلول شاي الكمبوست المخفف، والسماد الكيماوي يضاف على صورة سماد مركب قابل للذوبان في الماء الـ NPK بالتركيبة المناسبة بصورة منتظمة، كما سبق شرحه في حلقات سابقة. أما بالنسبة لطريقة إضافة السماد، فهناك العديد من طرق إضافة الأسمدة للنبات، ومنها نثرا على سطح التربة، أو وضع السماد في الحفر والخنادق بالنسبة للنباتات المزروعة في الأرض، أو إذابة الأسمدة مع الماء والري، أو رشه على الأجزاء الهوائية للنباتات المزروعة في الأصص. كل هذه الطرق يمكن استخدامها حسب ظهور أعراض نقص العنصر على النبات. فمثلا
إذا ظهرت الأعراض على أوراق النبات يمكن معالجة هذه الحالة عن طريق استخدام طريقة الرش الورقي للسماد لسرعة ظهور نتيجتها، وخاصة عند استخدام التسميد بالعناصر الصغرى كالحديد والبورون والزنك مثلا، أو عند التسميد بعنصر بطيء الحركة مثل الكالسيوم. تتوفر الأسمدة في السوق على عدة أشكال، منها السائل، ومنها ما يكون على شكل مسحوق قابل للذوبان في الماء، ومنها ما يكون على شكل حبيبات بطيئة الذوبان في الماء أو سريعة الذوبان في الماء. وأيا كان شكلها فالغرض منها واحد، وهو توفير العناصر الغذائية الضرورية لنمو النبات بشكل طبيعي ومنتظم. ويجب أن يحتوي أي سماد على العناصر الرئيسية الكبرى، وهي النيتروجين لإكمال النمو الخضري، والفوسفور لتنشيط نمو الجذور وتكوين براعم زهرية للنبات كما يساهم في تقوية الساق والأوراق، والبوتاسيوم وهو يزيد من قوة النبتة ويعطي الأزهار والثمار لونها اليانع ويزيد من حجمها ويساهم في تكوين الأبصال والدرنات. وهذه العناصر الثلاثة قد تكون متوفرة في سماد واحد وهو الأفضل، ويسمى السماد المركب أو MBK، ويستخدم بتركيزات مختلفة تتناسب مع المرحلة العمرية للنبات والغرض من إضافته. ومن الأفضل أن يكون محتوي على العناصر الصغرى مضافة إليه، مع مراعاة أن النباتات الورقية تتطلب نسبة عالية من النيتروجين، والنباتات المزهرة تتطلب نسبة عالية من الفوسفور قبل وبعد التزهير، والنباتات الثمرية تحتاج إلى نسبة عالية من البوتاسيوم بعد عقد الأزهار وبداية تكوين الثمار، والنباتات ذات الأوراق الملونة تحتاج إلى عنصر الحديد للمساعدة على تركيز ووضوح اللون في الأوراق. ونود أن نؤكد على أن الإضافة تتم مع موسم النمو، ويفضل وقف التسميد خلال فترة الراحة والاكتفاء بإضافة محلول شاي الكومبوست. أما عند إضافة زرق الحمام أو الدواجن كسماد عضوي، فيضاف على هيئة محلول شاي الكومبوست المخفف، ولا يضاف أبدا على سطح تربة الأصص. ويجب عدم الإسراع في إضافة عنصر معين قبل التأكد من أعراض نقصه، حيث يشترك في تحول لون الأوراق إلى اللون الأصفر نقص أو زيادة الماء أو نقص الضوء، وكذلك نقص النيتروجين، كما تتشابه أعراض بعض الإصابات الفطرية مع أعراض نقص بعض العناصر الصغرى. لذلك ننصح بالتأكد من أعراض النقص قبل إضافة السماد حتى لا يسبب ذلك في حدوث بلزمة أو تسمم بسبب زيادة العنصر داخل النبات. كما نؤكد على أن التسميد الزائد يؤدي إلى حرق الجذور وموت النبات، ولذلك في حالة إضافة السماد عن طريق الخطأ بنسبة عالية يجب علاج ذلك عن طريق الري المتكرر لغسل الأملاح الزائدة في التربة. وكل علبة سماد مكتوب عليها طريقة استخدامه ونسب إضافته، يجب أن نتبعها بدقة، وقد يكون استخدام نصف الكمية المذكورة ومضاعفة عدد مرات التسميد مجديا مع بعض النباتات ومحفزا جيدا لها لكي تنمو بشكل أفضل، وخصوصا النباتات الورقية.
نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكنكم كتابتها في التعليقات وسنقوم بالرد عليها في أقرب فرصة ممكنة بإذن الله. وشكرا لكم وشكرا لمتابعتكم.